السلام عليكم يا جماعة، ناس سامعاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أو هنخلص شابتر 3. هو عملي أكتر، أو بيتكلم بقى عن حاجات تطبيقات، يعني بيقول implementing change through project working. implementing دايما بنقولها أما بنكون عايزين نطبق، خلاص خلصنا الكلام اللي على ورق، عايزين بقى نبدأ نشتغل ونطبق. فبيقول لي implementing اللي تشانج بقى. احنا كنا في اول شابتر اتكلمنا عن التشنج وتاثيره، وفي الاول الناس بتتخض منه، شادين بتسلم بيه وبتغير والكلام ده كله. الشابتر 2 اللي خدناه على محاضرتين قال لي يعني استراتيجيك مانجمنت وفائدتها، وازاي بترتب دماغنا، وازاي ببص في الاول على الحاجات اللي هي الاكسترنال وبعدين اقارن الانترنال بالعناوين لو انا عايز احسن من نفسي. شابتر 3 بيتكلم عن امبلمنتنج تشنج ثرو البروجكت وركينج. بيقول لي هنا طبعا ان وي شو هاو تو يوز البروجكت وركينج تولز. هنا هيركز على ازاي البروجكت المفروض بيتعمل، وتو امبلمنت التشنج ان ذا ورك سبيس ان ا سيستماتيك اند افكتيف واي. ازاي بقى نبدا نشتغل بطريقه سيستماتيك، يعني منظمه، وبطريقه افكتيف. في هنا عندي اكزامبل من بروجكت، في عندي بروجكت اسمه سبليت ذا اتوم، وفي عندي تانل اندر ذا انجلش شانل، وفي عندي انترنشنال ويندوز 7، وفي عندي بروجكت اخير اسمه بلان نيكست اي اولمبيك جامس. في الاول كده بيقول لي طبعا هنا مدي جاست انتروداكشن، بيقول لي one of the key features of modern business is the nature of the opportunities and the threats posed by external event companies. انا لسه قايله الكلام دلوقتي اللي احنا قلناه في الشابتر اللي فات، اللي احنا قلنا ان انا لازم ابص بره الاول عشان اعرف اقارن. طول ما انا مثلا انا جاست بصيت على النتيجه بتاعتي، طلعت مثلا يا دوب جايب درجه النجاح، لو انا خدت الدرجه وما سالتش حد من زمايلي خلاص هقعد حزين، يا نهار ابيض انا جايب درجه النجاح وخلاص. طيب لكن لو انا عرفت ان الناس كلها ساقطين وانا يعني تقريبا الناجح الوحيد، يا ده الحمد لله. امتى؟ اما قارنت بالناس الاكسترنال اللي بره. طيب هنا بيقول لي دي حاجات الكومبانيز، حاجات اللي هي الاكسترنال، بيقول لي طبعا فيس الحاجات اللي ممكن بيواجهوها، يعني فيس انترناشونال كومبيتيشن، ماست موديفاي اند انتروديوس برودكت كونستانتلي، ان انت يعني عايز تقدم منتج جديد، respond to customers as fast as possible. مثلا الكاستمرز ليهم طلبات معينه وانت عايز تستجيب ليهم باقصى سرعه عشان ما تخسرهمش. maintain the competitive cost and the operating level. عايز اقلل الكوست بتاعتي عشان احسن البروفيت والكلام ده كله. كل دي حاجات بتبقى external event ممكن بتحصل معاك. The effective project managers are in responsible. المقصود بيها بيقول لي ايه؟ نبص كده على الجزء من اول هنا. Project management is employed in such diverse industries as. طيب في كورس كامل اسمه من الاخر اسمه project management. هو من اسمه إدارة مشروع. جميل قوي. طيب معناه ايه؟ احنا بنمسك الكورس ده بندرسه على ترم كامل. من الاول بنعرفك زي ما هنشوف دلوقتي يعني ايه اصلا بروجكت، وازاي ان انت تبدا تبنيه، ازاي تحدد ازاي تقسمه الاكتيفيتيز ومراحل، وازاي تدي ديوريشن لكل اكتيفيتي المفروض تخلص امتى، وازاي تعمل بالانس، وازاي الميزانيه، تفكر في كل تفاصيل ممكن تتخيلها، ودي بطرق ساينتفك مش حاجه كده راندوم. لان ابسط حاجه لما تيجي تقدم اي مشروع لاي حاجه بلاش، لو انت حابب لو انت هتستلم شقه في ميعاد محدد، ده ابسط حاجه وانت بتحجز الشقه هتقول طب انا المفروض استلم امتى؟ الراجل هيرد عليك مش رد راندوم، لا ده بيزد على دراسه. انت متوقع تستلم مثلا في يناير 2022. فقد ايه ده عباره عن كورس كامل بيخليك تفكر في كل تفاصيل البادجت، كل ما تتخيل. طيب في حاجات دايفرس كتيره ممكن بتطبق فيها، حاجات الكونستراكشن، الهيفي ميلينج
manufacturing, حاجات الانشورنس والهيلث كير، الفاينانشال بابليك يوتيلتيز والسوفت وير اند الهارد وير ديفلوبمنت. احنا اصلا في اخر الكورس بتاع البروجكت مانجمنت احنا بندرسه بندرس حاجه اسمها الاجايل، لو تسمعوا عنها الاجايل دوت هي برضه حاجه من ضمن السوفت وير انجينيرنج. وكان في فتره كانت شركه نفسها اجايل هي اللي جت ادتنا كورس عندنا في الكليه. ف كل ده ليه علاقه بروجكت مانجمنت والسوفت وير انجينيرنج والكلام ده كله. في الاول كده زي ما انا قلت فعلا واحنا بندرس بنقول يعني طب اساسا واتعملت ايه بروجكت مانجمنت، طب اصلا يعني ايه بروجكت؟ نبدا نعرف الاول يعني ايه بروجكت. وي ماست ريجنايز از ذا اوت سيز ذا بروجكت ار. اول حاجه لازم تعرف يعني ايه بروسس الاول. خلاص طيب. As a rule, process refer to ongoing day-to-day activities in an organization. جميل قوي. طب نبص على بعدها. Use extending systems, priorities, properties and capabilities in a continuous, a fairly repetitive manner. طيب. من الآخر كلمة process. يعني ايه؟ عايز حد كده يشترك معانا اللي هو قراها ويقول لي يعني ايه تقريبا. ها طيب عملية تصنيع هدوم دي بسميها بروسيس. خلاص بيطبق عليها day to day activities. انا كل يوم بخش بفتح المكن بحط القماش يطلع لي مثلا تيشرت. خلاص طيب البروسيس دي لازم تكون موجوده جوه السيستم اللي هو المصنع اللي بينتج اللبس ده وليها خصائص معينه. هل فيها ليها علاقه بهدوم، ليها علاقه بطلبه، ليها بس في حاجه بتحصل. مثلا انا الطالب وهو داخل لسه جامعه في سنه اولى زي الطالب وخارج سنه رابعه، لا بيحصل جوه عليه بروسس اللي هي ايه؟ education process. البروسس فايدتها بتحول الانبوت لاوت. بلاش المكنه بحط فيها من ناحيه قطن بتخرج لي قماش، فهنا البروسس ايه اللي حولت لي من كذا لكذا من انبوت لاوت. هنا عامل كومباريزون بين البروسس والبروجكت. بين البروسس هي ongoing day-to-day activities to produce goods or and service. هنا take place outside the normal place-oriented world. بمعنى ان انت البروجكت هنا البروسيس حاجه متكرره. لكن البروجكت انت مش معقول هتعمل بروجكت كل في حاجه متكرره كل يوم. الا لما وما تقوليش انا افتح فرع ده بروجكت، لا ده مش بروجكت. في مثلا انت عندك حته ارض هتبني فيها عماره، ده بالنسبه لك بروجكت، حاجه ما كانتش ليها وجود وانت عملت لها وجود ده بسميه بروجكت. اسف. لكن عمليه البناء دي بسميها بروسس. يوز اكستندنج سيستم، في سيستم عندي وفي خصائصه وفي كابلتس بتاعته. هنا مثلا بيقول لي متكرره، هتاخدوا بالكم ان هي يونيك اند سيبريت فروم روتين. لازم يكون في continue evolving اللي هي في طبعا تطور باستمرار. several لازم هنا يكون ليها اكتر من البروس ليها several objectives. هنا one objective. ممكن حد يقول الفرق ليه؟ ليها several objectives عشان بتعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. ماشي one objective عشان هو حاجه واحده بس اللي طلعت، هدف واحد ان هو عايز يوصل للكاستمر او يتباع عامه. ممكن حاجه بالك باكزامبل بمعنى تاني بس تمام شكرا ليك. الفكره دلوقتي ان انت بروجكت بتقول ايه؟ انا عايز اعمل بروجكت مثلا سي عشان اكسب فلوس. دايما بيكون في one objective. هو حاجه كده اللي هو المين اوبجيكتيف عندك، عايزه ابني عماره في المكان ده ويكون مثلا سوري تحفه تجذب الناس كلها، فهو وان اوبجيكتيف. خلاص؟
طيب ده ليه البروجكت برو وان اوبجكتيف؟ لان هو انت بتبقى مركز على حاجه ربحيه، حاجه خدميه، حاجه وات ايفر، بس بتبقى مركز على تارجت واحد. لكن البروسيس لا، هي حاجه متكرره. انا عاوزين نخلص في الوقت المناسب بتاع اللي هو انتهاء وقت عمل الشغل، عايزين نطلع المنتج بكواليتي كويسه، عايزين مش عارفه نقلل الكوست، عايزين مش عارفه نعمل ايه. فعشان كده في سيفرال اوبجكتيفز، لكن دايما البروجكت بيكون هو البيك امبريلا اللي عندي، او بسميه اللي هو البيك بوينت اللي بتفرع منه اكتر من حاجه. فدايما اقول ايه، خلي عندك هدف واحد. الطالب لما بيجي يخش الجامعه، انا عايز اتخرج، بس هو ده طموحه، وعنده وان اوبجكت كانه داخل في مشروع. في عندي حاجه ثانيه بقول بيبول هنا بيكونوا هوموجينيوس، هنا في البروجكت بيكونوا مور هيتر هوموجينيوس، لان البروجكت عندي ممكن بيكون داخل فيه اكتر من تخصص بكتير. يعني ممكن محاسب على مهندس على ماركتينج على مش عارفه ايه، لكن البيبول يكون العلاقات كويسه بين العمال في نفس القسم. طبعا بيركز على البرفورمانس، الكوست، التايم. هنا برضو هنا طبعا اكيد برضو البرفورمانس والكوست والتايم للسورتين، ان انا بقى عندي مين تارجت الاساسي. انا دلوقتي انا عايز اكسب 100,000، انا ماليش دعوه بالتفاصيل، مش هوجع دماغي بالتفاصيل بقى دي، انا اعمل ايه عشان اكسب ال 100,000. هنا لازم يركز في التفاصيل، انا مش بركز في التفاصيل قوي. السيستم ان بليس تو انتجريت افورت، لكن هنا السيستم ماست بي كرييت تو انتجريت الافورت. ايه الفرق بين اخر تو بوينتس؟ هو حاجه يعني معناها ان السيستم هنا بيبقى محتاج ايفورت زياده عشان يطلع البرودكت في البروسيس. هو انت البروجكت انت بتفكر في كل ابعاد اللي انت هتعملها. لو انت بتبني عماره، هي العماره دي ايه؟ مش راميه اساس وفي سباكه وفي ناس بنا وفي كهرباء وفي فينيشنج، فانت لازم تعمل انتجريت لكل الايفورت اللي من التخصصات المختلفه اللي هي بتجاوبني على مور هيتر هوموجينيوس. هو البروجكت كده، انت بتجمع، انت عندك سيستم متكامل، وانت لازم تعمل كرييت، تعمل انتجريت الايفورت. انتجريت ايفورت بمعنى ان انت كلنا عايزين نطلع العماره، فواحد مثلا سي رمى الناس اللي مسؤولين ان هم يرموا الاساس، هنعمل عمدان، هنعمل الدور الاولاني، هيجوا الناس بتوع البنا هيعملوا الدور الاولاني، بعدين هيجوا الناس بتوع المسلح عشان يطلعوا الدور الثاني، يحطوا العمدان. ففي انتجريت للايفورت، مفيش كل واحد شغال لوحده. هنا في جزء من انتجريت الايفورت بس مش بصوره البروجكت الكامل. خلاص؟ Project definition: a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. التعريف الأساسي دي إن هو ليه بيقول إن هو حاجة مؤقتة أو موقف مؤقت؟ أنا عمالة أجمع الناس بتوع المسلح والناس البنا والناس كل ده، احنا متجمعين مع بعض لفتره محدده، وانس ان العماره خلصت مكوله اروح مع السلامه. خلاص؟ عشان كده قلنا حاجه مؤقته عندي عشان اكريت يونيك برودكت. انا حته الارض دي هبني فيها عماره واحده، مش هبني فيها 100، هي المساحه ما ينفعش اقول عماره واحده. فهيبقى في حاجه يونيك ما كانتش موجوده واتعمل، ما كانش ليها وجود وبقى ليها وجود، وهكذا. What is a project? Project is defined in this book. هو هنا بيعرف البروجكت بطريقه مختلفه شويه او نفس المينينج بالظبط. بيقول لي بارت تمبرري اندوفر انفولفنج كونكتد سيكونس اوف اكتيفيتيز، او زي ما قلنا سيكونس اوف اكتيفيتيز. مثلا اقول لك انا قسمت، هو بنا العماره ده عباره عن ايه؟ ده في ناس عاملين ديزاين، وفي ناس عملوا مسلح، وفي ناس مش عارفه ايه. فعشان كده اكتيفيتيز كتير قوي حصل لهم ايه؟ انتجريتد مع بعض. وفي مجموعه ريسورس which is designed to achieve specific outcome، مش عايزين حاجه معينه.
which operate within time، لازم يكون تايم معين، وwithin cost معينه، وكواليتي معينه، كل دول بيكونوا كونسترين عليا. يبقى في عندي كونسترين تايم كوست كواليتي. اقول لك انا ممكن اخلص لك العماره بدل ما تخلص في شهر اخلصها لك في اسبوع، بس العماره هتقع. تمام؟ فاذا انا عندي الثلاث قيود وما ينفعش اسيب واحد فيهم، تايم كوست كواليتي. بيقول لي what is a project. Project definition summarize. A project can be considered any series of activities and the undertakes that have في عندي specific objectives، لازم يكون to be completed within a certain specification. لازم حدد هدفك، حدد اهدافك عشان تخلص في certain وقت معين. مثلا لازم تحدد بالظبط انت محتاج ايه. Define start and end date. تمام، انا هبدا المشروع امتى، هبدا بنا امتى، ومتوقع اخلص امتى، وما ينفعش تسيب لي الدنيا كده. فاندنج ليميت، انا هديك فاند كذا، انا هديك ميزانيه، حط تحت ايديك ميزانيه كذا. هيومن اند ايه نون هيومن ريسورس، في عندي اكتر من ريسورس، في هيومن البني ادمين دول بالنسبه لي ريسورس العمال، وفي نون هيومن اللي هو الطوب والمسلح والكلام ده كله. عندي اخر حاجه عندي مالتي فانكشنال فوكس، قلنا اللي هي ايه، بعمل انتجريت للايفورت مع بعض. البروجكت ار ذا واي ذات استراتيجيك اوبجكتيفز ار اتشيفز، هي الوسيله اللي بتخليني اقدر احقق من الاوبجكتيف ساعات بتاعت الاستراتيجيك. زي كان كفر ميني ديفرنت تايب اوف اكتيفيتيز، وزي ما قلنا هي ليها البروجكت بيكون مجمع اكتر من نوع من الاكتيفيتيز، زي مثلا انفستيجيت ا سبيسيفيك بروبلم، ريسيرش ان نيو برودكت، اكتر من تخصص، اكتر من حاجه هو عامل لهم ايه، اكتر من نوع ويكون بيستخدموا فيها. وطبعا يعني اسباس بقى يعني كلام يا جماعه، الكورس ده عملي مش نظري، بس تبقوا عارفين ده مش كلام وخلاص، ده الناس شغالين بيه وطبقوه. واحنا اصلا بندي كورسز ليهم للناس بتوع الماسترز وشغالين بيه كويس جدا يعني. وفي شركات مقاولات وبنى والمقاولات شغالين بحاجات البروجكت مانجمنت دي، وناس شغالين بيها اوريزي يعني. البروجكت كان بي طبعا كاريد اوت انترلي ان هاوس باي ان اورجانيزيشن اون ستاف، وممكن يكون ميك يوز اوف اكسترنال كونسلتنج، احتاج ناس مستشارين من بره. Involve several organization working together in consulting. Consulting بمعنى ان انا المشروع بتاعي ما ينفعش تقوم بالشركه بتاعتي لوحدها، فمحتاج اكتر من شركه يخشوا معايا. طبعا بتسمع كلام في التلفزيون يعني. احنا شركه مثلا، في مثلا سي المشروع ده كبير جدا، ففي داخل فيه اكتر من شريك، وكل شريك ماسك حاجه معينه. مثلا الميزانيه بتاعته كبيره جدا، ما تقدرش الشركه واحده تشيلها. اورا ميكس اوف اباف، ممكن تكون واحده من، ممكن ميكس من كل اللي فوق ده. هنا لسه مكمل بيقول لي ايه هو البروجكت، هنقرا كده السلايد دي ونشوف مقصود بيها ايه. ها فهمتوا منها ايه؟ ان البروجكت بيفرق من عنده التايم بتاعه والبادجت على حسب ايه هو البروجكت. في اول واحده لو هنعمل بروجكت في اوفيس او كده هياخد بعض اسابيع، والبادجت بتاعته تبقى 1000 دولار 1000 يورو. انما لو في مثلا بروجكت زي هنستضيف اولمبيات كاس العالم او حاجه زي كده، هتكلف ملايين، علشان هنحتاج مثلا نعمل نجدد المطارات، نجدد الملاعب والترانسبورتيشن، ونجدد حاجات في البلد بشكل كامل يعني. عشان كده هتاخد وقت اكتر وملايين بدل الاولاني. البروجكت بشكل عام بيفرق في البادجت والتايم بتاعه على حسب هو ايه. تمام. المساحه بتاعته اللي هيشتغل عليها. تمام. وبرده هو هنا مركز على انه ان الفكره ان هو
وقت المشروع والبادجت بتاعه بمنتهى البساطه واختصارا للسلايد دي تختلف من مشروع للتاني. خلاص؟ والتارجت بتاعك برضو بتختلف من كيس للتاني. البروجكت اسسمنت اند ايفالويشن، هل ينفع اسيب طالب كده يقعد معانا من غير ما امتحنه؟ وانا هعرف هو استوعب ولا لا ازاي؟ طيب حاجه ثانيه، طب هل البروجكت ليه برضو اسسمنت اند ايفالويشن؟ ممكن يكون ليه علاقه بالتايم، انا خلصت في التايم اللي انا كنت محدده، انا خلصت وزين البوست اللي انا كنت محددها وطلع الحاجه بكواليتي كويسه. ما ينفعش ان انا امسك البروجكت وبعدين ما اعملوش ايفالويشن او اقيمه في الاخر، بعد ما اخلص البروجكت والله الحمد لله البروجكت ده كان تمام وخلصنا في الوقت المحدد، طب ايه السبب بقى عشان نمشي على البلانتي على طول؟ او بطريقه ثانيه، لا ده احنا تعبنا جدا في المشروع دوت وكان ما سلمناش في الوقت المحدد ودفعنا غرامات والكلام ده، طب ايه السبب؟ مثلا الراجل بتاع السبلايرز كان بيأخر علينا. فلازم تعمل ايفالويشن علشان يا اما تمشي على، لو انت ناجح تمشي على نفسك لو تحسن من نفسك، يا اما تعمل تغير اتجاهك لو انت في مشكله وتعرف مشكلتك في ايه وتحسن برضو من نفسك. All project need be evaluated against the three times او حاجات اللي هي generic criteria time cost quality. All project will follow similar life cycle. لايف سايكل اللي هي هنشوفها دلوقتي، المشروع في اوله غير في نص وغير في اخره، يعني بنى العماره، هي العماره فجاه طلعت كده مره واحده، يعني برضو مش هنفهمها قوي بالنسبه للافورت، هنبص عليها بس هنشوفها قدام شويه. There will be difference in the way that project are organized. الفكره كلها طبعا بيقول لي هنا بنبدا نقيم بيز، هل انا هو انا نظمت كويس وانا عملت امبلمنتيشن كويسه بس، وهل ده معتمد على ده ولا ده اندبندنت من ده وهكذا. البروجكت مانجمنت تشالنجز وايل بروجكت مانجمنت از بينج، عايزين نبص كده على السلايد دي. ايه المقصود بيها؟ ايه التشالنج اللي في البروجكت مانجمنت؟ ان التدخل في اكتر من اورجنايزيشن بيخلي المانجمنت بتاع البروجكت صعب؟ يعني قربت. حد ليه راي تاني؟ يا جماعة الناس هتشارك فين الناس يا جماعة؟ طيب المقصود بيها مين لي هو مختصرة آخر ستاتمنت بيقول لي هو كلمة بروجكت مانجمنت هو علم محتاج تحضر له تذاكر له وتفهمه كويس جدا، محتاج نوليدج، محتاج تريننج، محتاج اكتر من حاجه بيزك عشان تعرف تعمل بروجكت اصلا مانجمنت. مثلا اول ستيتمنت المقصود بيها ايه؟ انا جبت من الاخر عشان نطلع نحفل عليه نفهم دلوقتي لفهم. زي ما قلنا هو بيطبق في شركات كبيره جدا واثبت نجاح كبير جدا، ف
دي حاجه مطبقه وعمليه وناجحه، ومش كلام باكد عليه، مش كلام نظري وخلاص. مش عايزه اذكر اسامي شركات يعني. طب احنا ليه بيكون ان احنا نشوف الموضوع بروجكت او بصيت بروجكت ليه مهم؟ The reasons why project management can be critical in helping an organization achieve its strategic goals. طيب لازمته ايه بقى؟ ليه اعمل بروجكت؟ هو هيحول بروجكت مانجمنت دوره ان هيخليك تفكر بطريقه منظمه علشان تحقق اللي انت كنت عاوزه في الاستراتيجيك كورس او اوبجكتيفز بتاعتك. انت نفسك في كذا، طيب انا هاخد بايديك كده وخليك تفكر بطريقه عمليه وعلميه وفيها حاجات ماثماتكس وكل حاجه علشان توصل للي انت عاوزه، ما يبقاش كلام على نظري على ورق وخلاص. ازاي اوصل باللايف سايكل، يعني ازاي اخلص مشروع بافضل كواليتي في اقل لايف سايكل؟ نار البرودكت لانش ويندوز، طبعا هو يعني ايه نار البرودكت لانش ويندوز؟ ها يعني ايه يا جماعه؟ بتاع البرودكت اللي هيطلع فيه ايه؟ وقت اعلان البرودكت، يبقى اقل وقت ممكن. ماشي تمام، نفس المعنى. increasing complexity and technical product، لو عندي مثلا برودكت فيه increase في نسبه complexity وتكنيكال زياده، برضه بحتاج دي من ضمن الجولز الاساسيه اللي بحتاج فيها project management. في عندي حاجه حصلت في الماركت، في جلوبال ماركت، سوق العالميه، ومحتاج ان اتواكب معاها. في economic period market by low inflation اللي هو التضخم والكلام ده كله، وانا محتاج من الاخر في مشكله معينه، او انا عايز احسن مشروعي، او ان انا عايز اواكب التغيرات اللي بتحصل عشان من الاخر اثبت مكاني في السوق، او ان انا احسن من مكانتي. في مين تارجت عندك وانت عايز توصل له، فالبروجكت مانجمنت بيساعدك تعمل كده. دي اللايف سايكل احنا عمالين نقولها بقالنا شويه، و بيقول لي انها بتتم في كده اكتر من فيز او متقسمه لاكتر من مرحله. اول حاجه اسمها ايه؟ انيشيشن اند ديفينيشن، او الديفينيشن بتاعها. اعرف بالظبط انت عاوز ايه، اعمل بلان. خلاص اعمل بلان للبروجكت بتاعي، خلاص عملت البلان وكله تمام، امبلمنت انفذ. وخلي بالكم هنا الامبلمنت قايمه على اكتر من فيز، على اكتر من مرحله، لان هو ده التنفيذ بقى، تمام، ده الشغل بقى. مش معقوله بيمشي في ستيب واحده، بيتم على اكتر من مرحله. وبعدين بعمل ايه؟ ايفالويشن للشغل بتاعي. طبعا اثناء وانت بتعمل امبلمنتيشن خلي بالك لازم تعمل مونيتورنج اول باول. انا طلبت منك حاجه معينه، والحاجه دي هتخلص بعد 10 ساعات. من المفروض مش بعد ال 10 ساعات اتصل بيك اقول لك خلصت ولا لا، لازم كده كل ساعتين، ها وصلت لحد فين، ها وصلت لحد فين، لكن ما سبكش خالص. وبعدين نفترض عندك مشكله وباجابه وبمساعده بسيطه مني هتكمل. فالفكره ان انا مونيتورنج، ان انا اشوف الاوت اول باشا، لو في حاجه ممكن اعرف اتدخل واعرف احلها، لكن ما اسيبش الدنيا تخلص خالص وبعدين ابدا اتدخل. برضو اكزامبل على المونيتورنج ده، ان هي عندي طالب مثلا سي ما اقعدش ادرسه طول السنه وبعدين اروح حاطاه بامتحان فاينل، لا، انا في عندي تي ام اي، في عندي كويز، في عندي اكتيفيتيز، بيشوف مستواه خلال ايه الترم، لكن مش فجاه اروح حاطاه من 100 امتحان فاينل. ده بسميها مونيتورنج، هو بيعمل مونيتورنج للبرفورمانس المذاكره بتاعه. البروجكت لايف سايكل refers to the stages in a project development. تمام. Are important because they demonstrate the logic that a government approach. ايه المقصود بيها؟ هو انت لما تمسك البروجكت وتقسمه لمجموعه اكتيفيتيز وتربط العلاقات ما بعضها، وانت ما ينفعش تبدا لما انا اخلص والكلام ده كله.
هي دي فايت اللايف سايكل وبروجكت مانجمنت. طب هو انا ينفع ارمي الدور الاولاني من غير ما ارمي اساس العماره؟ فبيقول لي important because they demonstrate the logic التركيبه المنطقيه للبروجكت. خلاص انا ما ينفعش اعمل كليننج للديتا لما انت اصلا تجيب لي الديتا. الستيب وانس بتاع الاكتيفيتيز وهي ماشيه مع بعض. طبعا بيساعدني ان انا اقرر ان انا خلاص كاني شفت المشروع كله وعملت له فيجوالايز بصيت عليه ككل. اما انا مسكته وقسمته وعرفت كل ابعاده وايه علاقه ده بده وايه علاقه ده بده هيخليني اقدر اساعدني اخد قرارات زي مثلا ايه الريسورس اللي احنا محتاجينها. هيساعدني اعمل ديفلوب اور بلانز ان انا اقدر اطور بقى البلان بتاعتي ما انا شايف كل حاجه وعرفت الريسورس مثلا. هيساعدني اقدر اعمل ايه ايفالويت البروجريس. ليه بقى؟ مش احنا قلنا مثلا سي ليه كانت عندنا هنا المونيتورنج. انا متوقع الفيز الاولاني تخلص في اسبوع فانا عامل مونيتورنج اول باول. خلي الاسبوع الاولاني خلص وفيز 1 ما خلصتش يبقى ايه؟ يبقى عندنا في مشكله. خلاص يبقى انا ما بدرس كل حاجه بالتفصيل واقسمها بالطريقه دي بتساعدني اقدر اعمل ايه؟ ايفالويشن واشوف البروجريس بتاع المشروع بتاعي. ده شكل اللايف سايكل بس طبعا هي شكله اوضح وافضل كتير قوي. خدوا بالكم ان هنا على الواي اكسس في عندي حاجه اسمها المان اورز اللي هي عدد ساعات الشغل بتاعت البني ادمين يعني. وهنا ده الاستيجز بتاعتي. في اول مرحله بتاعت الديفينيشن عدد ساعات العمل بتبقى اقل بتاعت العمال لان هو جاست عمال يفكروا والكلام ده كله. فكساعات عمل بقى هو جاست كلام يعني لسه بنفكر. يجي في البلاننج الساعات العمل بتزيد شويه. مين اكبر كميه عدد ساعات شغل امبلمنت شغل بقى الشغل بقى والبنا والطوب والكلام ده كله هو ده بياخد اكبر وقت ساعات. وبعدين بيجي المرحله اللي بعديها ايه؟ الايفالويشن. هيمسك كل عندي ستيج ويبدا يعرفها. هنبص كده على اول واحده بتاعت ايه؟ الانيشن اند الديفينيشن. مقصود بيها ان احنا لازم اكون اما انا بكون اوير بكل ابعاد المشروع بتاعي وعرفت ده هيخلص امتى وده هيبتدي امتى والكلام ده كله. فالمفروض ان انا حتى اقول لك اعرف انت عاوز ايه بالظبط. اعرف السبيسيفيكيشن بتاعت المشروع بتاعك وانت في الاخر انت عايز ايه بالظبط. المين جول بتاعك ايه؟ وبست عليها تبدا تعرف طب انا محتاج ريسورس قد ايه؟ محتاج بني ادمين عماله قد ايه؟ محتاج فلوس قد ايه؟ اما هتعمل جود ديفينيشن كويس هتعرف تعمل الباقي كله كويس. بعد كده الستيج اللي بعد كده بس خلي بالك ان كلهم مرتبطين على بعض كان عاملين زي درجات السلم. عملت ديفينيشن صح هعرف اعمل لك بلاننج صح. عملت لي ديفينيشن وفي حاجه غلط يبقى البلاننج هيكون فيها حاجه غلط فخلي بالك. هاجي اعمل بلاننج بيزد على مين؟ على التعريف اللي انت عملته لي. خلاص؟ تمام. وبرده هيجي الستيج 3 امبلمنتيشن هي معتمده على مين؟ درجات سلم على البلاننج اللي هي البلاننج كانت معتمده على الديفينيشن فخلي بالك. وهنا بيجي عندي اخر ستيج معايا بتاعه الايفالويشن. فالبروجكت طبعا بيز ترانسفيرد تو ذا كاستمر ريسورس طبعا على حسب ما انت طبيعه الشغل بتاعك او طبيعه مين التارجت بتاعك. لو انت التارجت بتاعك فلوس فمثلا سيد تقول انا اخر السنه انا جالي نت بروفيت 100,000 انا نفسي يجي لي 100,000 انت جالك 80 بس يبقى اذا هتعمل ايه؟ يبقى انا عندي مشكله معينه. فانا على حسب طبيعه شغل بتبدا تقيم. انا كنت نفسي اجيب تقدير جيد جدا جبت مقبول. عشان كده البرفورمانس والايفالويشن بيختلف من طبيعه مشروع ايه للثاني. بينا بيلخصت طبعا ايه الستيجز بتاعت او الفيزز بتاعت اللايف سايكل. اول ستيج الديفينيشن
هنا الشارح نفس الكلام يعني define what the project هو البروجكت معمول ليه. وخلي بالك هنربطه باللي قلناه المحاضرتين اللي فاتت الفيجن. ايه الفيجن بتاعت المشروع؟ هو مطلوب ان هو يطلع لك ايه في الاخر. يجي بعد كده البلانينج اند البروجكت اورجانيزيشن. هاو ويل ذا فيجن، اعمل ايه بقى عشان احقق الفيجن دي؟ وبعدين بيجي عند الامبلمنتيشن، بنفذ بقى مونيتورنج، بشوف البروجرس او الباوي. الايفالويشن طبعا بعد المشروع ما بيخلص ببدا ان انا اشوف بقى هل الفيجن اللي انا حددتها ماشيه مع رياليتي ولا لا. انا كنت نفسي في جاي جدا، جبت مقبول فعملت كومباريزن. طيب بروجكت لايف سايكل اند ذير افكت، ايه المقصود بيها؟ هنبص عليها كده شويه قبل ما اتكلم. حد يقول لي ايه المقصود بيها؟ لان البروجكت بيبقى ليه خمس مكونات بتختلف في كل لايف سايكل بتاعته. اول واحده في عندي خمس حاجات بتاثر على اللايف سايكل، بتاثر على اللايف سايكل. تمام. الخمس مكونات دول اول واحده منهم الكلاينت انترست، اللي هي زي ما قلنا في الاول خالص اللي احنا بنشوف الكلاينت عايز ايه وبنكتب الديفينيشن بتاع الورك بتاعه. فبيقول لك في المرحله دي الكلاينت ممكن يبقى متشائم او مبسوط، اللي هو يا تسيب يا تخيب، هو ممكن يبقى مع المؤسسه او يشوف حد غيرها، هو زي ما بيقول كده بيدور مين احسن واحد في الحته دي. ماشي تمام. تمام. وبعد كده البروجكت ستيك، اللي هو البروجكت ده انا محتاج فلوس قد ايه او محتاج استثمارات قد ايه، ومين هيتعامل معاه علشان يكمل البروجكت ده، المستثمرين هيبقوا مين يعني. وفي بعد كده الموارد اللي هيحتاجها من هيومن والتكنيكال ريسورس اللي هيشتغل بيها والاداره. احمد معايا صح؟ ايوه. طب هو انا خلي بالك انا بقول لك دي الحاجات اللي هتاثر على اللايف سايكل. ايه اللي هياثر؟ اول حاجه كلاينت انترست، اهتمام الكلاينت العميل بتاعي اتغير، ما بقاش متحمس للمنتج بتاعي. شباب انا انت كلامك مظبوط بس هنقوله بطريقه ثانيه اللي هي ايه؟ ده هياثر ازاي؟ لو عندي ليفل الاهتمام والانترست بتاع الكاستمر اتغير، الكلاينت كان بي اما بيكون انترنال او اكسترنال، ممكن يكون جوه الشغل السيستم بتاعه ممكن يكون خارجه، اهتمامه اختلف، طلباته اختلفت، البروجكت ستاك ها كميه الفلوس اللي انا بستثمرها مثلا زي قلت، حصل ظروف بسميها السيوله، حصل فيها مشكله، الريسورس حصل مشكله في الريسورس، الناس اللي بتمدني بالريسورس او مثلا انا معتمد على رو ماتيريال، الرو ماتيريال دي بتيجي من بره وحصل مشكله في الـ في الـ في الاستيراد. الكرياتيفيتي، البروجكت ماب بتاعي محتاج ان انت تكون عندك تكون كرييتيف، بتفكر في حاجات بره الصندوق، والناس اللي عندك تراديشنال جدا بيفكروا في حاجات بقى لهم 100 سنه ماشيين روتينلي. حاجات انسرتن بقى ده بقى الكارثه الكبيره، الحاجة مش بايدينا خالص بقى، زي مثلا درجات الحراره، ظروف البلد، اقتصاد مش عارفه ايه، سعر الدولار، حاجه انسرد ما اقدرش اتوقعها. خلاص. وطبعا بتاثر بتعمل ريسك عندك على الشغل بتاعك. فانا بيقول لي ده ديجري اوف ريسك اسوشيتد ويز ذا بروجكت، ريسك ليست ريفلكت ذا نمبر اوف انون، حاجات انت عارف الحاجه لما تكون داخل حاجه مش عارفها انون بس، وحاجات انسرتن ما تقدرش تتوقعها، سعر الدولار فجاه عالي مثلا سي ايه مش عايزين نقول مثلا حاجه زي حصل مثلا انت مرتبط مع بلد معينه اتورطت في حاجه والبلد حصل قفلت، حاجات انسرتن. ماشي. طبعا هنا هيتكلم على البروجكت ديفينيشن بالتفصيل شويه، احس ان الكلام قلناه قبل كده بس هسيبكم دقيقتين تبصوا عليه.
فاكرين لما قلت لكم اللايف سايكل عامله زي درجات السلم او ستيب ورا ستيب معتمد على ستيب، كاني هو عندي اساس العماره. طيب البلاننج قلنا معتمد على الديفينيشن والامبلمنتيشن، معتمد على البلاننج والايفالويشن، معتمد على مين؟ على الامبلمنتيشن، معتمد عليهم كلهم يعني. فلو انت ما عملتش ديفينيشن كويس واستعجلت خلاص الباقي كله هيبقى هيحصل فيه مشكله. تعال نشوف هو هنا بيقول ايه. البروجكت انيتيشن اند ديفينيشن از كريتيكال از ميني بروجكت فيل because they are not properly thought through from the start. ما فكرش كويس من البداية. Besides the beginning, المقصود بالستمنت تانية بصوا عليها كده. المقصود بيها. ممكن تكون عشان تعرف كده، عشان تعرف تعمل ديفينيشن كويس لازم تكون البروجكت بتاعك ما ينفعش يكون النظر ده سطحيه بتبص من ناحيه واحده، لازم تلم ابعاد كل حاجه. في ناس بتستعجل خلاص، لازم تلم ابعاد كل حاجه عشان تعرف تحكم وتعمل ديفينيشن صح. لو انت ليك حاجه ليها علاقه بالكاستمر بص عليها، لو في كاستمر اشتكى من حاجه فحطه في اعتبارك وانت بتعمل المنتج ده وبتعمل ميزانيه جديده. لو في حاجه انترنال بيرسونال، حاجه عندك في فور ا نيو برودكت او سيرفيس، خدها في اعتبارك. اجريد الفيو ذات ذير ار ماست بي ا بيتر واي اوف دوينج سمثينج، ان انت تكون لو مثلا يعني تكون ملم بكل ابعاد الحاجه فيما معناها، اختصار لكل دول تكون ملم بكل ابعاد الايه الاشياء. هتحدد اكزامبل اوضح من كل ده. اما في دكتور مريض راح لدكتور دكتور فبيوصف له الاعراض اللي عنده. لو الدكتور من اول عرض كده قال للمريض ماشي انا عنده صداع، طب خد مسكن وامشي، ممكن يكون الصداع سببه حاجه ثانيه خالص. فكتر اسئله الطبيب بتعرفه اكتر الايه التشخيص الصح. تمام؟ فبيقول لك بص على كل الابعاد اللي عندك. بص على هنا جاست مدي فور اكزامبل. بص على كل الابعاد عشان تعرف تعمل ديفينيشن صح. لارج كابيتال بروجكت ار اوفن، هنا طبعا لسه بيكمل فيها يعني، بصوا كده عليها. يقول لك كل المشاريع الكبيره الحاجات الجامده دي لازم بيكون قبليها كده فتره الناس كل وظيفتهم يعرفوا الموضوع ده ويلموا ابعاده. شغلهم الشاغل ان هم يجمعوا معلومات اقطع عن الموضوع اللي هم هيدخلوا عليه ده بكل ما فيهم. فبيقول لي في كي اوت كام فروم ذا انيفيشن اند ديفينيشن فيز ويل بي تيرمز اوف اي ريفرنس دوكيمنت، حاجه زي دوكيمنت كده بيسجلوا فيها كل معلومات عن المشروع اللي هم داخلين عليه. فهنا بيقول لي one of the purpose of the tools اللي احنا لسه قايلين عليها is to define the scope of the work and the range of activities to be carried out. هو احنا السكوب بتاعتنا قد ايه؟ هل هي على مستوى الشارع اللي احنا فيه، ولا انا عايز اخدم بره الشارع بتاعي، ولا انا بره انا البلد بتاع المدينه بتاعتي كلها، ولا السكوب بتاعتي؟ تور ويل سبيسيفاي ات ليست ذا فولوينج البروجكت سبونسر، الكاستمر، الاوبجكتيفز سكوب والبادجت، كايند اوف ديفلوبر اكسبكتد فروم ات، الحاجات اللي هي متوقعه من حدوثها، different phase of project and the milestone خدناها المره اللي فاتت يعني، or key points that project is looking at to achieve. بيبص على كل الابعاد والميلستون اللي خدناها طبعا المرات اللي قبل كده، وكل الابعاد المشروع من كل وكل الفيزز بتاعته قبل ما بيعمل ايه. طب انا المشروع بتاعي
انا لو عرفت عملت ديفينيشن كويس هعرف البروجكت بتاعي يحتاج فيز قد ايه خلاص، وتقريبا كل فيز هتاخد قد ايه. It is important to know that during the stage that follow project planning and organization. ها ايه المقصود بيها؟ المقصود بالستيتمنت دي يا جماعه؟ حاجه احنا قلناها قبل كده عنها. احمد ان ممكن اي حاجه في البروجكت تتضاف، بس لازم الاول ترجع لمرحله الامبلمنتيشن تاني من الاول، ديفينيشن من الاول. ماشي. لا فعلا، واحنا اثناء ما احنا كنا بنكون مثلا شغالين في مرحله البلاننج اكتشفنا حاجه، بس استنى ارجع لمرحله الديفينيشن تاني وعيد تعريفها، اعرف اللي داخل على ايه، ما تطبقش من نفسك في البلاننج. تمام. جينا في المرحلة الثانية بتاعت البروجكت بلاننج اند اورجانيزيشن. كيرفول بلاننج از كريتيكال، خلي بالك انها كريتيكال، خلي بالك انها معتمدة على مين؟ على الديفينيشن. خلي بالك ان انت اللي معتمد عليك الامبلمنتيشن هي اكبر ستيج، فهي في النص، معتمد على الديفينيشن ومعتمد عليها اكبر ستيج، ولكنها كريتيكال جدا، فخلي بالك. It must take into account the views and the requirement of all project stakeholders. بتحط في اعتبارك كل الستاك هولدرز وكل متطلبات الستاك هولدرز في البروجكت بتاعي. The focus is on the بتركز على كل تفاصيل المشروع بتاعك، ان خلاص انت عرفت انت عايز ايه بالظبط، عرفت لميت كل الابعاد. طب انا بقى اعمل ايه عشان احقق التارجت بتاعي ده؟ انا عايز اعمل حاجه معينه، عايز احقق ارباح معينه، فانا قلت روح اعرف لي المشكله بتاعتك ايه واعرف طبيعه السوق والكلام ده كله، ده الديفينيشن. بس انا عندي مين تارجت. طيب بس بقى المين تارجت اللي انت عملته والديفينيشن اللي انت جمعتها اوصل ازاي؟ هي دي البلان. انا عايزه ابني عماره، جميل قوي. طب ابنيها ازاي بقى؟ انا هعمل كذا، هبني اعمل كذا وابني كذا واعمل كذا ونعمل، وبعدين نعمل اساس العماره، وبعدين يطلع على الدور الاول، وبعدين هنطلب الناس مثلا بتوع الفينشنج وهكذا. لسه بيتكلم طبعا فيه، بس انا هتكلم عليه ان ديتيلز. بيقول البروجكت بلاننج اند الاورجانيزيشن ادريس ذا فولوينج، بتعرف فيه الخطوات الاتيه. What task and the activities will be carried out to meet the objective. تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه. اوصل للاوبجكتيفز ازاي؟ اعمل ايه مجموعه الاكتيفيتيز اللي اعملها عشان اوصل للاوبجكتيفز، ومين اللي هيعملها، اديها لمين يعملها، وايه الريسورس اللي انا محتاج لها، وايه السيكونس بتاعت الاكتيفيتيز، هل اعمل تايم بلان ولا كله يخش بالبركه؟ لا يعني، ومين قبل مين، وما ينفعش مين يبدا لما فلان يخلص. ما ينفعش اعمل اساس اطلع الدور الاولاني والاساس الاولاني لسه ما اتبناش اصلا. ايه الحاجات الريسك المتوقع محتمل يحصل؟ كل دي حطها في اعتبارك وانت بتعمل البلان. انا جيت انا تمام. بيقول لي طبعا في it is important to know that the project proceed a change may be need to عايز اوصل بس للكونكلوجن. يعني ايه المقصود بيها؟ بصوا عليها كده، مفيش غير احمد بيتكلم معايا. دايما ساعات اقول لك ايه، واحنا وانت بتعمل بلان حط في اعتبارك الحاجات اللي هي ايه، ممكن افكر بره الصندوق، مش هعملش حاجات تقليديه في التفكير. يعني في نيو اوبورتيونيتيز، ان انت لو انت بتفكر عشان تفتح محل معين، بس وانت بتعمل بلان عشان تفتح المحل ده فكر في النيو اوبورتيونيتيز. طب لو حبيت اعمل له فروع، مش لازم تعمله وانت بتعمل بلانك الاولانيه، بس حطها في اعتبارك. Stage 3 implementation.
احنا قلنا الامبلمنتيشن هي الشغل بقى. هنبص كده عليها. تمام، هنا بقى المرحلة اللي كل حاجة بتعتمد عليها زي ما قلنا من الأول للآخر، وبتتحط بقى كلها أو بننفذ المشروع يعني. وهنا أي حاجة ممكن تتحط عليها. كأن بالظبط البلان جاية الكلام على ورق، هنيجي بقى هنا هننفذ بقى. برافو عليك. تمام، وخلي بالك احنا كنا بنعرف البروجكت، قلنا ان هو نوفل اللي هو يعني حديث وحاجه يونيك، فكره جديده ويونيك. فخلي بالك ممكن تواجه اي ريسك، ممكن يكون بوتنشال ريسك ممكن يحصل لك. طب وانا هواجه الريسك دي اعمل ايه بقى؟ خلاص، ده المفروض تكون برضو بتفكر، فكرت فيه قبل كده في البلاننج. انا مش لسه هفكر فيه جوه في الامبلمنتيشن عشان اقلل مين اي سايد افكت ممكن يحصل. By this stage, the assembled project team should implement the project activities and define the solution to problem. التيم نفسه طبعا بيحصل انتجريتد لكل الاكتيفيتيز الموجوده عندي، ولو حصل اي مشكله المفروض ان هم بيبداوا بايه؟ التيم بتاع المشروع بيبداوا ان هم ايه يحلوها. وقلنا كان في عندي كده حاجه على بوكس على جنب اللي هو المونيتورنج، ان انا اشوف الشغل اول ما اسيبش الكارثه ما تحصل وبعدين اقول ايه انت ما خلصتش ليه؟ ده انا كل شويه خلصت اقيس لك قد ايه؟ حتى لو احنا قاعدين في الامتحان مثلا اقول لك ايه فات نص الوقت. طيب careful monitoring is required if the project is to achieve its objectives against the time and the budget. لو انت مثلا بتفكر في التايم زي ما احنا قلنا، مثلا لو بالنسبه للامتحان خلي بالك فات نص الوقت، لو انا بتكلم في بادجت يبقى عليا برضه على البادجت واقول ايه انت كده خلصت لي، ده احنا لسه في 20% من المشروع وخلصين نص الميزانيه. ده كلام يعني لو انت باصص على البادجت. البروجريس ماست بي كونتينيوسلي تشيك، لازم باستمرار انت بتتشيك انت وصلت لحد فين وفاضل قد ايه، سواء فلوس او تايم. The plan is reviewed on a regular basis to deal with any potential and actual problem. طبعا احنا قلنا في البلاننج لازم تكون حاطط في اعتبارك كل الحاجات اللي هي الاي ال اي بوتنشال ريسك اللي ممكن تحصل. التغيرات ربما تكون بتتطلب ايه؟ بلان جديده او نعيد حاجات في البلان بتاعتنا. هنيجي لاخر ستيج معانا اسمها ايه؟ البروجكت ايفالويشن. The end of project is reached when all the project developers are formed, signed out and team is disbanded. At this point the project is evaluated in terms of the experience, lessons learned, success and failure along the way, the overall outcome of the project and its likely future impact. لازم تقيم المشروع من اربع حاجات. ايه الاكسبيرينس اللي طلعتوا بيها؟ هو الواحد لما يكون داخل في مشروعين غير لما يكون داخل في 10. ايه الدروس اللي اتعلمناها طبعا بيز على الاكسبيرينس؟ ايه الحاجات اللي تكون اوير، ايه الحاجات اللي ساعد في النجاح، حاجات ساعد في الفشل، النجاح والفشل. وهل وصلنا الاوفر اول او الكام اللي انت كنت عاوزها ولا لا؟ هل وصلت للدرجه اللي انت كنت نفسك فيها ولا لا؟ هل وصلت للنيت بروفيت اللي انت كنت عاوزه ولا لا؟ يا دكتور نعم، هو التقييم ده بيبقى في تقرير الفورمال وكده ولا حاجه ما بيننا وما بين التيم؟ لا، ده بيبقى في ناس كده مسؤولين كده عنك، هم اللي لازم يقيموا. بمعنى من ضمن البيزكس بتاعت اساسا الناس اللي بتعمل المشروع اللي لازم هنقيم. اذا عارف زي ايه؟ اللي هي ميزانيه اخر السنه اللي بتتعمل في كل الشركات دي، بتعتبر ايفالويشن للشركه. انت فاهم قصدي؟ هي بتختلف صورتها، ومش واحد واقف بيراقب عليك. مثلا هنا قسم الحسابات ده، هنا بالنسبه لي هنا مثلا ده ايفالويشن. لو انا بتكلم مثلا سي على حاجه الجامعه، الكواليتي والحاجات دي كلها في الجامعه ونسبه نجاح الطلبه، ده بالنسبه لي ايفالويشن. تختلف من كيس هو اللي بيتكلم ان جنرال، وبعدين ايه بتختلف من كيس للثانيه.
الليسون اللي هو بيقول لي المفروض ان اكون بتعلمتها اد تو لازم اضيفها لل يعني الهيستوري او الاكسبيرينس بتاعتي بي افيلبل ريسورس فور فيوتشر بروجكت ورك تحطها في اعتبارك في اي فيوتشر ورك. ايه بقى المقصود بالسلايد دي؟ هنبص عليها كده. ايه الحاجات اللي بسميها المين كي عشان انجح اي مشروع؟ هما اللي انت شايفهم قدامك دول. طيب any definition of project success must take into consideration the element that defines the very nature of a project. طيب يحط في اعتبارك time, budget, performance, client and acceptance. وانت بتقيم او نجاح اي مشروع متوقف على الاربعه دول، مش ينفعش تسيب حاجه فيهم. هو انت خلصت في وقت الامتحان المقرر ولا انت ما خلصتش؟ او انت سلمت الشقه في الوقت اللي وعدتني بيها ولا ما سلمتش؟ البادجت، هو انت خلصت حسب البادجت اللي احنا كنا حاطينا واحنا بنعمل البلان ولا اضطريتني استلف اخد قرض؟ البرفورمانس كان اخباره ايه؟ كان كويس فطلعت لي المنتج بكواليتي عاليه وعملت لي سمعه كويسه ولا لا؟ الكلاينت هل الكلاينت والكاستمر راضي ولا خد الحاجه وقال مش هاجي لك تاني؟ انا يا دوب دي توبه ومش هاجي المحل ده تاني او الشركه دي تاني. ها كل دي حطها في اعتبارك في دي علامات او المين كي في نجاح اي بروجكت. بصوا بقى عليها كده، حطيناهم في شكل كده سيركل وجبنا الانترسكشن، الانترسكشن بتاعهم كلهم مين هم السكسس. فمثلا هنلاقي هنا عندي البادجت كلهم متداخلين مع بعضهم، ما اقدرش افصل حاجه عنهم. طبعا هنا الفور دايمنشنز لنجاح اي مشروع برضو الاربعه دول، فخلي بالكم. البروجكت افشنسي، الامباكت على الكاستمر هنعرف كل واحد دلوقتي، البيزنس سكسس، بريبيرنج اوف ذا فيوتشر. هنبدا من الاول كده ونشوف. في اديشنال ابروتش تو بروجكت، في وسيله ثانيه لتقييم المشروع بيكون من خلال الاربع دايمنشنز دول. اول حاجه البروجكت افشنسي، هل انا على فكره الكلام قلناه قبل كده فالناس تركز معايا. هل انا يعني ايه ميتنج بادجت اند سكادول اكسبكتيشن؟ هو انا صرفت الفلوس اللي انا بالظبط البادجت اللي انا عملتها هي اللي انا صرفتها ولا صرفت اكتر؟ وهل انا خلصت في التايم اللي انا محدده التايم بلان ولا لا؟ الامباكت على الكاستمر، انا كنت متوقع ان انا الكاستمر هينبهر بيا وما حصلش. البيزنس سكسس، هل البروجكت ده عمل لي اد فاليو ولا خلى سمعتي سوري قرف في السوق؟ نمبر 4 preparing the of the future. ها دي أربعة معتمدة على ثلاثة. طيب هل البروجكت ده ما خلصته عمل لي اد فاليو فخلاني الناس هتجيلي أكتر أو فتح لي بزنس أحسن وأوسع ولا بالعكس مشى الناس مني؟ بيبص على الفيوتشر. البروجكت في مسؤوليات ناحيه المانجر، ويخلي باله ان انت دي في رقبتك مسؤوليتك، خلي بالك. اول حاجه سيلكت التيم، ما ينفعش تحط حد من قرايبك او عشان ده واسطه، فلا اختار الشخص المناسب في المكان المناسب. ديفلوبينج بروجكت اوبجكتيفز اند بلان فور اكزكيوشن. ها خلي عندك ان انت حط اوبجكتيفز معينه وابني البلان بيزد عليها عشان تعرف توصل لها. فخلي بالك ان انت في ولازم يكون في ابديت ليها. لو اكتشفت اي مشكله وانت بتعمل البلان زي ما قلنا برجع تاني للديفينيشن والاوبجكتيفز. بيرفورمنج الريسك مانجمنت اكتيفيتيز، خلي بالك وحط في اعتبارك ان في حاجات انسرتن ممكن تحصل، حاجات بوتنشال ريسك ممكن تحصل، وايه الحاجات اللي انا اللي هو بلان بي اواجهها ازاي.
الكوست استيميشن اند البادجت يا جماعه مهمه جدا. ما ينفعش حد يقول لي ايه مثلا طب انا احتياطي انا ايه المشروع اللي هيكلف مليون انا احط 2 مليون احتياطي، لا انت كده بتخسرني، انت كده خليتني رابطه 2 مليون جنيه تحت ايديك وانت انت اصلا مش همشي تحتاج غير مليون، فانت كده خسرتني وخليتني كنت ممكن احطهم في حاجه ثانيه واستفيد بيهم. او قلت لي ان انت محتاج بادجت قليله قوي في نص المشروع احتاجت بادجت ثانيه، فانت خليتني اضطريت ان انا استلف ما كنتش عامل حسابي على كده. كوست استيميشن والبادجت دي حاجه مهمه جدا. السكادولينج مهم جدا، المفروض تبقى عارف كل اكتيفيتي المفروض تخلص في وقت قد ايه عشان اقدر اقول للعميل انا المفروض هسلمك امتى. وطبعا اعمل مانجمنت للريسورس، كل دي حاجات مسؤوليه مين؟ المانجر. هنا اوفر فيو اوف ذا بروجكت مانجمنت انستتيوشن، حاجه اسمها بروجكت مانجمنت بوك نولج ارياز بروفايد اند بريفرنس اونلي. هنا يعني بيقول لي هنا عندي بروجكت مانجمنت، اذا بس اشوفها يا ماشي تمام، ورا التركيب مختلف شويه ماشي. هنا هنبدا بفور، بيقول اول حاجه هنا بروجكت انتجريشن مانجمنت مكستمر، كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي. بروجكت سكوب مكستمر، كل لازم نبقى عارفين اوير بكل حاجه، السكوب ديفينيشن، السكوب فيريفيكيشن، تشينج في كنترول، الكلام ده كله. هو هنا لقينا جاست يعني حاساه تايتل كتاب يعني، او شابترز محتويات كتاب شابترز يعني، بس خليكم اوير بكل الحاجات اللي هي المين تايتلز والبوكس الموجوده. مثلا البروجكت كوست مانجمنت لازم تكون تعمل استيميشن لكوست وبادجت كنترول ليها والكواليتي، فلازم نكون اوير بالايه بالتسع حاجات الموجودين دول. حد عنده اي سؤال لحد كده؟ حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ هو دكتور، هو المواصفات بتاعت البروجكت مانجر عموما بيتم اختيارها على ايه بالظبط؟ هي مش على حاجه، انا بقول له خلي بالك ان انت المكان اللي انت فيه ده مهم قوي، فكل الحاجات دي في رقبتك بالظبط كده. فانت لما تيجي تعين حد خلي بالك ان انت يكون كواليفايد، ما يكونش حد قريبك، فبقول له خلي بالك الحاجات دي كلها في رقبتك، وانت كمانجر كل ده انت مطالب بيه وهتسال عليه. اي سؤال تاني تحت امرك. تمام دكتور. يعني دكتور عامل زي العهده صح؟ ايه؟ عامل زي العهده. مش عهده، كاني بقول لك انا عينتك في مكان معين، بقول لك ايه خلي بالك انت مسؤول عن كذا وكذا 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 في رقبتك، لو حصل مشكله يبقى هنا المشكله عندك. فخلي بالك انت مسؤول عن كذا، وتختار لي الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحدد لي الريسورس، وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، كل ده من ضمن مسؤولياتك. يعني انت اللي هتكون مسؤول قدامي على اي غلط. مش حكايه مسؤول قدامي، هو كاني ايه بالظبط بقول لك الحاجات دي في رقبتك، دي انت مسؤول منها، دي الحاجات اللي هي لو احنا مثلا جينا بصينا في الحاجات اللي هي الشغل والكلام دي بسميه جوب ديسكريبشن، دي الحاجات اللي انت مطالب بيها، وانس ان قعدت على الكورس ده انت مطالب بالحاجات دي، فلازم تفكر فيها ما تكروتهاش يعني. بس لان لو حصل حاجه انا هسالك انت. اوكي انا هاخد بس غياب الناس الموجوده، ولحد عنده اي سؤال تحت امر طب اثبته عشان اعرف اقرا الاسامي. عبد الله ابراهيم. ايوه يا دكتور. عبد الله ابراهيم. ابراهيم احمد موفق برضو ماشي. احمد بشير. احمد بشير معايا، بدور على الاسم بس لحظه. احمد بشير يا دكتور. اول مره تحضر معايا يا احمد. ايه يا دكتور؟ أول مرة تحضر معايا؟ لا أنا بحضر مع حضرتك من أول الترم.
بس هو ممكن يكونوا غيروا الاسم اكتر من مره، بس انا بحضر على طول مع حضرتك. طب الاي دي بتاعك ايه؟ حاضر هكتبه لحضرتك. ميتين ثمانية وثلاثين أخلاق. أيوة. أه موجود أحمد هاني صح؟ أيوة دكتور. أيوة تمام شكرا. ماشي. أحمد محمد عمر. أيوة يا دكتور. بدور على الاسم بس يا أحمد، لحظة خليك معايا. أو ما تظهر معايا مع أحمد؟ أو ما تظهر معايا؟ لا يا دكتور، بحضر على طول في المعدة. الأي دي بتاعك طيب. أحمد محمد عمر. خلاص يا أحمد، خلاص أنا آسفة، لقيت خلاص. تمام ماشي يا دكتور. أحمد يحيى. نعم يا دكتور. بجيب الاسم بس يا أحمد. أنا جروب ثلاثة. الجروب بتاعي يعني، أنا معرفش ثلاثة ولا كام. لحظة واحدة بجيب الاسم بس. أحمد يحيى فراج صح؟ فرج ماشي. تمام. مكتوب عندي فراج. أنس أمين. ايوه يا دكتور. ماشي يا انس. كريم هيثم. ايوه يا دكتور. بجيب الاسم بس يا كريم لحظه. تمام دكتور. النت قطع دكتور. ماشي يا كريم. تمام شكرا دكتور. كريم محمد مصطفى العفو. كريم محمد مصطفى. كريم محمد الشيمي. ايوه كريم محمد مصطفى. ايوه. منى عبد الله. اه يا دكتور. عبد الله حسام. منى عبد الله حسام. لا عبد الله ابراهيم عيد. تمام. مصطفى احمد عبد الفتاح. لا دكتور مصطفى احمد عبد المنعم. مش اخرك 155؟ لا 65 اخري 65. انت انا خدت اسمك من المعرفة المعرفة اللي كتبته؟ بالظبط يا دكتور. 55 ولا 65؟ لا اخرج 155 ولا 165؟ مش هو ده اللي كتبته لي يا ابني؟ انا مكتوب احمد مصطفى احمد عبد الفتاح. فين هو مصطفى بقى؟ واخره 155. يا دكتور انا مصطفى احمد عبد المنعم. انا المره اللي فاتت كتبت اسم واحد ما كانش لاقي اسمه، اسمه مصطفى محمد عبد الفتاح، احمد عبد الفتاح، وقال لي اخر 155. ده زميلي يا دكتور، في مصطفى عبد مصطفى احمد عبد الفتاح وفي مصطفى احمد عبد المنعم. مصطفى محمد عبد المنعم بقى؟ لا مصطفى احمد احمد. طب ادور بس. في مصطفى حافظ.
انت ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور مصطفى. يا جماعة الأسامي عاملة كده ليه يا جماعة؟ حرام عليكم. ماشي مصطفى أحمد لسه ما وصلنالوش صح؟ اه مصطفى احمد عبد المنعم، انا بعته حضرتك في الشركه يا دكتور. طيب مصطفى حافظ تمام كده يا دكتور؟ أيوه ماشي شكرا يا دكتور. عفو. أنت أول مرة تحضر معايا مصطفى أحمد؟ كنت بحضر في الجامعة دكتور، دي أول محاضرة أونلاين. تحضر في الجامعة؟ اه تحضر معايا؟ حضرت مرة قبل كده إن أنا مسجل متأخر. أنت هو أنت مع دكتور مين؟ رانيا ولا أنا دعاء؟ لا حضرتك يا دكتور. دكتور أنا اسمي كويس؟ في جدولك أنا مكتوبة يعني دعاء ولا رانيا؟ لا حضرتك دكتور، دكتور دعاء. بس انا مسجل متاخر، ممكن ما يكونش نزل عند حضرتك في الجدول. اديني اسمك يا مصطفى، اكتب لي اسمك يا مصطفى واللي عايزيها في الشات. انا ببعت لحضرتك يا دكتور. دكتور انا اسمي تمام. مين اللي بيقول تمام؟ انس، انس امين. ايوه يا فندم خلاص تمام، استنى بقى. ايه؟ اه خلاص يمشي يا انا. عايز قصدي عايز تمشي يمشي، اتفضل، مش عايز تخليك موجود يعني. منعم واحد تلاتة واحد سوري سبعة خمسة واحد تلاتة 10065. ماشي خلاص يا مصطفى. تمام يا دكتور. آلاء حسن. ايوه يا دكتور. ايوه معايا آلاء؟ اه موجودة. مش موجودة انت اسمك معايا يعني؟ اه انا مع حضرتك. آلاء حسن تمام. ايوه تمام شكرا. طه طارق اهلا. طه طارق. ايوه دكتور. ماشي يا طه، بلاقي اسمي بحس بفرحة فظيعة. حد عنده اي حاجة؟ انا خلاص يا طه خلاص تمام. حد عنده أي سؤال في أي حاجة؟ أنا اسمي ما اتقدرش يا دكتور. مين؟ أبانوب؟ أبانوب عطية. يا أبانوب لسه شايف اسمك دلوقتي يا أبانوب. لا دخلت حضرتك بس النت قطع من اللاب فدخلت من الموبايل. ماشي. أبانوب عطية عزيز؟ أه يا دكتور. آخرك 575؟ أه بالظبط. ماشي شكرا يا دكتور.